حيت انا عارفك نهار غادي تبدا شي نهار غادي تبدا الفرنسي ولا الانجليزي كتعلمهم وما غاديش تكمل فيهم باش نكون معاك واضح. بغيت فحال هذيك بحال هذيك عجبتني بحالها وكنبقى كنلعب عليها حتى نجيبها وكتبقى مدير لي بحال هكا وكتقاتل وانت عيتي وصافي غادي ما بقى فيك والو بقى فيك عرق ما بقى فيك والو وكتبقى منطاكي بحال هكا وكتطحن. الله بسم الله. في الحلقة الثانية شنو النقطة اللي غادي نهضر معكم فيها دابا شنو هي؟ مهمة بزاف هذه عرفتي قبل ما تبدا في الفرنسي ولا الانجلي باش تعلمهم خاصك تحدد هذه. هو عبارة عن سؤال بزاف ملي كيسولوني تيقول لي بغيت نتعلم الفرنسية ولا الانجليزية عطيني اخويا شي برنامج عطيني هذه ما عندك لا برنامج لا والو. قبل ما نعطيك البرنامج حيت راه موجودين في يوتيوب ما في جوجل دخل قلبها هكا غادي يقول لك كيفاش تبدا كيفاش هادي. اول حاجه كنبغي منك واحد القناعه انت علاش بغيتي تتعلم اللغه علاش why you need to learn english or french علاش بغيتي تتعلمها؟ تقول لي فرنسي والانجليزي مهمين كنحتاجوهم يكون عندك السي في الفرنسي والانجلي ميتريزي سي بيان اللي دفعتي قبلك مازال ما قنعتينيش علاش؟ حيت انا عارفك نهار غادي تبدا شي نهار غادي تبدا الفرنسي ولا الانجليزي كتعلمهم وما غاديش تكمل فيهم باش نكون معاك واضح. اما نجيك من الاخر يدوز بحد سيمانه شهر شهر ثاني لا وصلت شهرين وما غاديش تستمر. علاش ما استمرتيش؟ علاش؟ حيت ما مقتنعش ما عندكش واحد القناعه جذريه. بحال شي نهار كتخصك هادو ياك كتخرج تقلب عليهم وكتخدم في اي حاجه تمشي تخدم مع مصنع تمشي تبيع الملحه تمشي تخدم حفار تخدم سميتو باش انك ولا تمشي تخدم دير الدروس ولا شي حاجه لي كور دو سوتي ولا شي حاجه كتمشي باش تجبدهم يعني واقف يعني اورجون. هاد اورجون خاصك ديرها مع الفرنسي ولا الانجليزيه. انا بغيت نتعلمهم خاصني شي حاجه ديال ليورجونس من الداخل من الداخل خاصها تزرع فيا بحال شي مشيتي للسبيطار ونعطيك امثله بس بالمستشفيات بلاصه ليورجونس ياك صافي ما كاينش اكيد خصك تدخل دغيا شي حاجه راه على طريقه عندك شي مشكل شي واحد عنده النزيف ولا شي واحد عنده نقص في الاكسجين ولا شي حاجه ولا شي مربعات ولاد خصك تدخل ديك الساعه شي هاد البلان ديال بات ولاد خصك ديرو معاه بحال دابا انت غادي تولد واقفين على الفرنسي الفرنسي غادي يقول لك خصك شهاده باش انك راه تنقول لكم والله العظيم حيت ما يعجبنيش الحال انك تتفرج في هذه الفيديوهات تبقى ضايع في يوتيوب وكتقلب على كيف تتعلم كيف هذه وغادي تمشي تتفرج فيهم وتمشي تنعس من بعد ما تلقى راسك ما تعلمتي ما حتى شي حاجه غير كنتي كتعيف في الكونيكسيون وكيتخيل لك انت كيسحب لك راك غادي تبدا فيهم راك غادي ما غاديش دير. انا نعطيكم التجربه ديالي انا الشخصيه مع اللغه الانجليزيه الحمد لله انا وصلت لواحد المستوى ومازال كنزيد فيها ما نقولش كنوصلت شي نيفو ولكن هذاك التخيل اللي كان عندي الحمد لله كنحس براسي اني وصلت فيه واحد 70% ولا واحد 80% كومون. اللغه الانجليزيه باش نتعلمتها انا كباحث في سلك الدكتوراه شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو الانجليزيه باش انك تقدر تقدم واحد البحث ديالك والمقالات اللي كتخدم حيت حنا اصلا كنديروهم بالانجليزيه واخا مالوغوزمون في المغرب التقديم كديرو بالفرنسيه والكتابه داكشي كدير بالانجلي دونك ما عندناش الكوميونيكيشن ما كتعرفش تهضر ما كتعرفش تعبر على داك البحث اللي كدير كيفاش انك تفولغاريزي يعني تبسطو اي واحد يقدر يفهمو دونك كنديرو داكشي بالفرنسي واخا كنكتبو داكشي بالانجليزيه. انا الهدف ديالي شنو هو اللي كان هو انني غادي نوقف في مدرج ياك والناس يعني غادي يكونوا الاساتذه والطلبه وسميتو وانا غادي نديرو بالانجليزيه وماشي نيمبورت كي الانجليزيه خاصني نديرو بالانجليزيه اللي غادي نحس بها انا مقتنع مع نفسي انا نحس بها مقتنع ما غاديش نقول لكم اوكي وي غونا ستارت توداي ذيز بروجكت لا ما عجبتنيش هذه لا Well, we're gonna start this project around then. We're gonna valorize this substrate or this matrix. بحال هكا بغيتها، بغيتها تكون في حال ديال ترامب، بغيتها تكون في حال ديال هذاك فلان، بغيتها تكون في حال ديال شفتي شي واحد في يوتيوب، واحد نيتيف سبيكر، يعني واحد متحدث أصلي ولا غير صاحبك تيهضر بها مزيان وعجباتك لاكسون ديالو، بغيت في حال هذيك، بحال هذيك عجبتني، بحالها، وكنبقى كنلعب عليها حتى تنجيبها. كنبقاش نخدم غير المصطلحات ديالي وهادو
كنت كنخدم حتى على لاكسون، كنخدم بلان شوط بزاف ديال الحوايج اللي كنولي كنخدم. اذا انت انا ملي حطيتها قدامي راه تنكون تنقراها، واحد النهار تيضرني راسي تنمل والله العظيم، ما بقيت باغي نقراها، صافي نعيس وصحابي مرتاحين وداك الشيء غادي القهوه، وانا جالس شاد التليفون وتنقرا وجالس في البيت واقف وتنهضر وتنضرب في تماره، من الحس انا نمشي نرتاح ونمشي للناس علاش انا معذب راسي. ولكن حيت عندي داك الهدف كنبقى كنشوفه، ملي كنعيا كنبقى نتفكر ايوه برجع رجع صاحبي رجع، راه خاصك تهضر بها بهالطريقه باش تكون ملي غادي توقف غادي ترضي على نفسك. والحمد لله ملي وقفت حتى سميتو حتى دي بروف وداك الشيء الحمد لله قال لي برافو برافو، الى درجه ان واحد الاستاذ قال لي واش انت دوزتي ستاج في لونجلوتير، قال لي عندك بريتيش اكسنت واش دوزتي ستاج في لونجلوتير. اذا انا هذيك البريزونطاسيون اللي درت اللي ما تجاوزتش تقريبا 10 دقائق ما واصلاش، وفي الاخر ملي كنتلقى في حال هذا الشيء، دابا هذيك الخدمه اللي درتها انا في هذه المده راه شحال خدات مني، راه خدات مني مده قبل فهمتي، خدات مني مده. اذا انا كل ما كانش عندي واحد ما عنديش واحد الانضباط وما عنديش واحد علاش ما كنتش مقتنع انا علاش بان نتعلمها، وما كنتخيلش في بالي ديما كنيماجيني ان انا ملي كنكون تنهضر بها كنبغي ندير البراكتيس اللي هو التطبيق، استفدت شي حاجه بغيت نديرها ولا سميتو كنوقف ونتمد نهضر، كنتخيل راسي قد في ديك البلاصه. وهذا الشيء هو اللي بغيتك دير دابا انت، ما غاديش نقول لك تخيل راسك انت في نفس البلاصه ديالي انا، سا دي بون شوف انت القناعه ديالك. انا ما كرهتش انا شي واحد يكون قمعك شي نهار، شي واحد يكون احتقرك، الاستاذ ديالك تكون بغيتي تسولو شي مره وقال لك بغيتي تسولو بالعربيه يقول لك اه مسيو بارون فرونسي بارون فرونسي، وبغيتي احتقرك بحال هكا بغيتي يديرها لك، وملي تمشي ما تمشيش وتقول تفو غادي نهز كتبتي وصافي غادي نخرج من هاد لافاك ولا نخرج من المدرسه حيت الاستاذ ما كيديرش لك وما سميتو. بغيتك تحتقر بحال هكا باش ملي تمشي تبقى تقراها والدموع تيطيحوا لك، وتكون كتمشي بالليل عيان مدقدق وصحابك نعسوا وانت تبقى فايق سهران وكتقراها، علاش كتفكر داك الحرقه وداك الشيء اللي دار فيك الاستاذ من الداخل واللي احتقرك ونقص منك، وتمشي تبقى تقراها صباح وعشيه باش انك تتعلمها. شفت ما تكونش مقتنع بلا ما تعذب راسك، اول حاجه تقلب عليها هي القناعه. باغي نتعلمها مثلا شي نهار مشيت وخرجت لواحد اللقاء ياك ولقيت الناس كيهضروا بالفرنسيه وبغيتي انت تسولهم ولا شي حاجه، ولا شي نهار غير شي حد في الطريق هكا تيهضر قدامك بالفرونسي ولا سميتو ولا سولك شي قاوري ولا شي حاجه وكنتي مع صاحبك وانت ما عرفتيش تجاوب ومرقتي ولا ضحك عليك، بغيت هذيك هي اللي ديرها كسبب. وانا غادي نمشي نقراها على ودو، كنمشي نقراها على ودو، هو على ودو راه ماشي كتقراها ليه، كتقراها لراسك ولكن كتجعله هو كاليمون ديكلونشور. هذاك ليليمون ديكلونشور ما عندناش عامل محفز، ماشي يكون عادي، ماشي يكون نيمبورت كيل، خاصو يكون ان فري، وهداك هو لو سيبور ديالك، داك هو الدعامه، هو اللي كيدفعك وتيبقى تي فما كتبغي تطيح لاكار تقول لك يلا كابطي جمع يدك ما كيخليكش، واخا انت كتعي هكا وهادي كيقول لك هز لاكار، وكتبقى مدير لهم بحال هكا وكتقاتل وانت عيتي وصافي غادي ما بقى فيك والو، بقى فيك عرق ما بقى فيك والو، وكتبقى مطاكي بحال هكا وكتطحن كتخدم. قناعة، قلب على القناعة علاش باغا تعلمها، عاد إن شاء الله نشوف معاك الحوايج الآخرين. See you next time. السلام عليكم.